طيب بصي بقى، احنا انت عاده احنا بنعمل ايه؟ شوكولاته، وبنقطع شوكولاته ونسيحها وبعدين نعملها صوص. انا النهارده هعمل صوص مختلف شويه، اقول لك بقى. طيب هنعمل صوص بس بسيط من لبن وسكر وزيت ويعني فانيليا ولبن بودره. هنعمل منه صوص شوكولاته بيضه سريع، عشان لو احنا مش عندنا الشوكولاته البيضه في البيت ممكن نتصرف. وهنعمل صوص تاني للشوكولاته الدارك، ايه رايك؟ طيب انا بقى هقول لك هنا، انا هقف عند الخلاط وهقول لك من فضلك يا زينه ناوليني من الحاجات دي فتناوليني، ممكن؟ ممكن. يلا بينا. طيب ننزل المقادير يا ندى. انا بس المهم ابقى سامعاكم. انتوا مختفيين ليه يا اولاد؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ انتوا فين؟ طيب عايزين ننزل اول حاجه الصوص الشوكولاته البيضه. صوص الشوكولاته البيضه، بصوا اهو ده، هناخد من المقادير دي علشان نعمل منها صوص شوكولاته بيضه سريع. سريع يعني عشان الدونت. هنجهز الحاجات دي وبعدين نبدا بقى نفرد ونحمر ونظبط الحاجات. يلا بينا، انا اقول المقادير وزينه هتناولني. عندي صوص الشوكولاته البيضه 3 معالق كبار من اللبن البودره، عندي نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، معلقه صغيره فانيليا. يلا يا زينه ناوليني بقى السكر الاول لو سمحتي. يا سلام، تسلم ايدك. وبعدين عايزين كمان اللبن البودره. الله، ناخد ممكن معلقه بقى عشان نعيد لحسن ياخدوا كل اللبن اللي عندنا يا زينه كده. يا سلام، تسلم ايديكي. طيب وبعدين عايزاكي تكلميني شويه كده عن نفسك واصحابك البنات، ها؟ عشان عارفه هم الولاد بيبقوا اشقية، بس البنات كمان بيبقوا ساعات كده بيعملوا حركات قرعه، صح؟ ساعات يعني. مش كتير. مش كتير؟ ولا عشان هم بيبقوا صحاب؟ لا عشان بيبقوا صحاب. طيب قولي لي اسماء اصحابك اللي انت بتحبيهم. سلمى وجودي. الصوت بيقطع يا ولاد، انا مش سامعاكم خالص. سلمى وجودي وريتال. وريتال، حلوة قوي، اكيد بيشوفوكي دلوقتي، صح؟ طيب ممكن تناوليني الزيت لو سمحتي؟ تسلم ايديكي، روح قلبي الفانيليا اللي هناك دي. وقولي لي بقى علاقتكم ايه بقى في الكلاس مع بعض؟ بنحب بعض وبنقعد جنب بعض. وفي المدرسة حد فيكم بيعطل التاني ولا حاجة؟ احنا اصحاب جدا، عمرنا ما اتخانقنا الحمد لله. وبعدين هسال حاجه، طيب لما بيبقى في حد فيكم بيتكلم في الكلاس ولا حاجه، التاني بقى بتقول لها مثلا بلاش تتكلمي، بتزعل بقى وكده وتتقمص ولا لا ايه بقى؟ هي بتبقى عارفه ان هي بتقول لها كده عشان ميس ما تزعقلهاش، فمش بتزعل عشان مصلحتها يعني، صح كده؟ طيب قولي لي بقى، انت علاقتك بماما اكتر ولا بابا اكتر؟ لا ماما. ماما دي ربنا يخليها قاعده معانا منورانا النهارده. طيب قولي لي بقى، انت عندك اخ؟ مش تحكي لي بقى عن اخواتك، استني هضرب في الخلاط وبعدين تكلميني عن اخواتك، اتفقنا؟ ناخد شويه زيت صغيرين كمان. بص كده هي حلوه، بس ممكن نزود قليل من الزيت. بصي كده القوام، بصي كده يا زينه معايا. هي حلوه، بس استني عشان تجيبي بقى زيت هنا. نجيب سباتشولا وايه وننزل الصوص ده. هو صوص كويس ويغني عن الايه؟ ان احنا نعمل شوكولاته بيضه ونقعد نسيحها. قولي لي، بتعرفي تسيحي الشوكولاته؟ ايوه، بحطها في الميكروويف. دي اسهل طريقه. طب ما بتعرفيش تعمليها لسه على البخار، صح؟ لا انا ماما مش بتخليني المس النار عشان شطوره، وانا مش بزعل عشان هي بتقول لي ما ينفعش تلمسي النار عشان ما تتلسيش. حياه قلبي. طيب دي حاجه جميله جدا. قولي لي بقى، اخواتك اسمهم ايه؟ محمد وملك. محمد وملك. محمد عنده قد ايه؟ محمد عنده سنتين و يعني قرب يبقى 3 سنين. ما شاء الله. وعندك كمان ملوكه. ملوكه دي صغنونه؟ ملك عندها 6 شهور. يا خرابي، دي صغنونه خالص. طب قولي لي بقى، لما بتشوفتي ملك بقى بنوته صغيره وانت عندك اخت صغيره كده، حسيتي بايه؟ انا اصلا كان نفسي في بنت، وبنت صغننه، وانا كنت وحيدة، فلما ماما قالت لي ان هي حامل في محمد انا اتبسطت قوي. يا روح قلبي انت، والله انا كمان مبسوطة. انت عارفة انا سعيدة بيكي جدا. طب ولما جه محمد بتقولي دلوقتي انا مبسوطة يبقى عندي اخت بنت، صح؟ احساسك ايه بقى وانت كبيرة كده؟
احساس حلو، بس مش معنى ان انا كبيره يعني هما يعني انا الراجل دايما هو اللي بيدافع عن البنت. صح، هو محمد هو اللي هيدافع عني. طيب تمام، وانت هتدافعي عن ملك بقى ما هي تبقى صغيره برضو. صح، ما انت يعني لسه في مرحله عقبال ما محمد بقى يعني هي تكبر ويبقى هو بقى صح كده حامل الحمى زي ما بيقولوا. هتناوليني مكونات الصوص الشوكولاته الدارك؟ ممكن ننزل مقادير صوص الشوكولاته الدارك، هنعمله بنفس الطريقه لكن من غير اللبن البودره. تعالوا كده ننزل مقاديره ونشوف مع زينه وهي بتساعدني ونعمل الصوص الثاني، وبعدين نبدا نجهز ايه الدونت بتاعنا. يلا تعرفي تقولي مقادير؟ ايه رايك؟ يعني دي اهي دي 3 معلقه كبيره ايه؟ 3 معلقه كبيره كاكاو خام. شطوره. ونص كوبايه سكر، ونص أيوة. كوبايه لبن، ايوه، ومعلقه صغيره نسكافيه. برافو. وايه كمان؟ ونص كوبايه زيت. ايوه كده، هايل، برافو عليكي. شفتوا بقى المقادير؟ قالتها هي زينه. عندنا 3 معالق كبار من الكاكاو، اوكي، ونص كوبايه سكر، ونص كوبايه لبن، معلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، ونص كوبايه من الزيت. انا هشتغل على الصوص الابيض لانه مش هيضرني في اي حاجه. خليني زينه ناوليني لو سمحتي نحطهم في الخلاط وبعدين ايه نطلع للاستراحه بس نكون ضربنا الصوص. بعد اذنك اديني الاول الكاكاو واللبن. تسلم ايديكي. ايوه، نحط اللبن الاول عشان ايه تبقى الدنيا جميله، وبعدين نحط الكاكاو، وايه كمان؟ اديني بقى السكر، وبعدين الفانيليا. تسلم ايدك. وناخد الفانيليا الخام، بسم الله، وناخد كمان الزيت، واخر حاجه هناخدها ايه؟ البودره النسكافيه اهي في الطبق الصغنن ده. تسلم ايديك يا روحي. ايه اكتر حاجه بتحبي تشربيها في البيت يا زين؟ هوت شوكليت او شاي بلبن. ساعات بعمل ده وساعات بعمل ده. حلوه قوي. طيب السكر اللي بتحطيه في الحاجه بيبقى كتير ولا قليل؟ تحبي سكر كتير ولا سكر قليل؟ لا انا في الهوت شوكليت ما بحطش سكر اصلا. شطوره. بس في الشاي بلبن بحط نص معلقه سكر. شطره جدا، ما شاء الله ما شاء الله، لان السكر الكتير انا مش مع ان الاطفال تاخده كتير. مبسوطه بيكي يا زينه، ربنا يبارك فيكي حبيبتي. اسمحوا لنا بقى انا هعمل دلوقتي صوت وشويه غلوشه، هخلط الخليط ده. يا زينة من هنا. ايوه، تسلم ايديكي وروح قلبي. لا النهارده يعني بجد الحلقه جميله وممتعه، ويعني ايه زينه مساعداني على الاخر، فانا بتدلع زياده اليومين دول. صح كده يا زينه؟ متدلعنا جامد النهارده. حضرتك تتدلعي براحتك. حياه قلبي. انا هستسمح حضراتكم عقبال ما اخلط الخليط بتاع صوص الشوكولاته. هنستسمحكم في فاصل واستراحه صغيره، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض. في انتظاركم.